أنا وزينب مكفيين بآخر فقرات صباحنا لليوم. زينب عنا كان اليوم عن جد هيك زخم من المعلومات ومن الفقرات، صرنا هلأ لفقرتنا الأخيرة معك. فقرتنا تفاعلية واجتماعية يا سالي، ويمكن حديث كل الصبايا والمجتمع والرجال هو الفرق بالتعاطي مع المشكلات بين الرجل والمرأة. كيف ممكن الرجل يحل مشكلاته وكيف بيختلف عن المرأة، وليه هذا الاختلاف الدائم بين اللي ممكن يسبب بعض النزاعات أيضا بعض الطرفين؟ رح نعرف تفاصيل أكثر مع مريم العيسى، طبعا مدربة مهارات بشرية وحياتية. أهلا وسهلا فيكي، حبيبتي هلا، صباحك خير. صباح النور هلا. أهلا يسعد صباحك مريم. قبل ما أسألك هذا السؤال، هيك عم بتخيل المرأة وقت هيك تنزل دموعها فورا بس يصير معها أي مشكلة، فنشوف طريقتها بالنظر للمشكلة. أنا بتخيلها إنه أول شيء بتعمله أحيانا هي بتبكي إذا كان أمام شيء بخصها، عائلتها مثلا، أطفالها، زوجها، خطيبها، شيء بتحبه هي. تمام، خلينا نحكي. اول شيء هي ما رح تبكي اكيد فورا، يعني هو اسلوب بعد. اسلوب يعني بدها سلاح. تتبع كذا اداه معينه مثلا، بعدين ممكن تلجا انه هي تبكي مثلا. يعني مثل ما بيقولوا، شوفي انا كمان المشكله دائما بحلها حسب الطرف اللي قدامي. يعني الطرف اللي قدامي بيتاثر، هلا انت ممكن تبكي اسبوع وهو عادي، ممكن تحكي كلمه او تلفت تبكي نظره كمان، ممكن ايه. فهي انا حسب ممكن تجرحي حسب الطرف اللي قدامي. وبتلجا هي خاصه لموضوع البكاء تحديدا، خليني اقول لك اخر الوسائل. يعني اول شيء بتبلش بالحوار، بالاقناع، بالعناد، بالتصلب، بالتحجر، بعدين اخر شيء بتلجا لموضوع البكاء. ايه يعني، وبعدين هي بالنسبه لها اداه مباحه، يعني هي عادي انه تبكي، عادي انه خليني اقول تستجدي الطرف الثاني، بتحاول انه تقنعه بهي الوسيله يعني، لكن مو وسيلتها الدائمه يعني. هيك كمان شغله لازم نحكي، تختلف حسب شخصيه المراه، لانه كمان بنشوف في نساء عندهم الكبرياء والكرامه اهم شيء، فما يحبوا يبينوا ضعاف. خلينا نحكي مريم كمان، يعني دائما المراه هي كائن يفكر بالمشاعر اكثر، شاعري وحساس اكثر من الرجل العقلاني. ما بنقول ما هو حساس، بس هو عقلاني بتعامل مع حل مشكلاته. المراه دائما تسعى للفضفضه والحديث بمشكلاتها واخذ الاراء، دائما بتحب تاخذ الاراء لانه حابه، واخر شيء بتسوي اللي ببالها يعني، بس انه بتحب تسمع الاراء. فخبرينا ايضا عن عاده الفضفضه عند المراه بحل المشكلات، هل هي عاده صحيحه؟ هلا شوفي، الفضفضه اكيد عاده صحيه، ونحن ما يعني نحن عندنا بشاكرات بالطاقه، شاكرة الحل هي بيدعوها او بيسموها شاكرة التشافي عند الرجال وعند النساء. التشافي ليه؟ لانه انت لازم نحن نعبر ونحكي عن الاشياء اللي جواتنا، لانه اغلب الامراض هي بسببها الكبت، او انه انا ماني قدران اعبر، او ماني قدران احكي، او ماني قدران اوصل. وفي اشخاص حتى لما بيحكوا عندهم شعور بانه انا ما عم يفهمني الطرف الاخر، فكتير مهم الفضفضه. لكن المشكله وين بتوقع؟ بتوقع من كثره الفضفضه. لمين انا بفضفض؟ مع مين بفضفض؟ كل امتى بفضفض؟ هي المشكله اللي يعني ممكن بالاحرى ممكن تسبب المشكلات. يعني انا مو معقول اي شخص بشوفه او بقابله أو والله انا عم فضفض فبحكي له قصه حياتي، والله انا عندي مشكله، فشو رايك اخذ رايك؟ لا، مو اي شخص يعني. هي الفكره بالعدد وبلمين بفضفض. ف بختار بيئة آمنة، بختار أشخاص أنا بوثق برأيهم، بختار أشخاص أنا بعرف إنه هذا الشخص صح. ما رح في ناس نحن يعني انت اليوم في عندك صديقه بتثقي فيها فبتروحي بتاخذي رايها، تمام. طب هي الرفيقه بغض النظر عن ان رفيقتي ما بتستغل، لا بغض النظر عن ان رفيقتي، هل هي رح تنور لي طريقي لحل مشكلتي ولا رح تثير المشكله اكثر؟ انا بعرف وغالبا ليكي الشخص ذكي كثير. انا هو دائما قلتي كلمه من شوي، قلتي انا هي بترجع لرايها، الشخص بيرجع لرايه، بس انا بشان اكد رايي شو بعمل؟ بروح للشخص اللي بعرف رح ياكد لي رايي، واللي بروح للشخص. صحيح. يعني هلا شوفي، انت عندك اخوات مثلا، انت بتعرفي اختي هي بمشكله معينه بمكان معين، هي بختار اني فضفض لها. ليه؟ صحيح، لانه هي رح تاكد لي شيء انا بدي اياه. فالانسان ذكي بهذا الموضوع. فلهيك عم لك نحن بنختار الاشخاص، مو الاشخاص اللي بيثيروا غضبنا. يعني انا بروح زعلان شوي برجع انا رح انفجر، انا بدي روح اهدى، يعني روح لمكان اعرف هذا المكان، المكان انا بقصد فيه الشخص اللي انا بدي فضفض له، روح لمكان وشخص بعرف انه رح يهديني، بعرف انه رح ينور لي طريقي، بعرف انه حتى لو ما اعطاني حل لمشكلتي فهو بس سمعني. و90% من الستات، 90% من الستات هن بيحكوا، واثناء الكلام بيفكروا، واثناء التفكير بيلاقوا حلول، فهي باخر الجلسه ما بدها شيء، حكي. الرجال ما بيحكوا، بيفكروا، بعدين بياخذوا قرار، بعدين بيحكوا.
تمام. ففي فروقات يعني بهي القصة، لهيك أساسا بتقع المشكلات، لهيك بصير في مشكلة إنه أنا بتلاقي رجال بتحكي المرة بتحكي المرة بتحكي المرة. طيب بعد حديث ساعة وربع، طب شو بدك؟ هون بتقع مشكلة تانية، هي تمام. ما بيكون بدش، هي بتكون عم تفضفض إنه أنا صار معي كذا كذا، وقد يترتب إنه المشكلة بتقع إنه هو بيحاول يلاقي حل دائما، هو عقله بيعطيه أوامر إنه هي عندها مشكلة بدها حل، شو الحل؟ احيانا ما بيلاقي حل، وتشعب المشكله عندها هي بتفوت بقصه بعنوان عريض، انا اليوم مزعوجه من الاولاد. بنهايه الحديث بتلاقيها وصلت لاهلها، وصلت لشغلها، وصلت انت نسياني، انت مهملني، انت انت. في نداءات يعني هي باطنيه بتكون خلال الفضفضه، لكن التشعب هو اللي بيسبب مشكله للرجل، فبيجي بيقول لها انه شو بدك؟ فهي الفروقات اللي احنا دائما هي اللي بتسبب المشكلات، انه هو اذا بدي يعني خليني احكي لك عنه، انه هو مثلا خلينا نقول اجمالي مو تفصيلي، هي تفصيليه، هي بتحب التفاصيل، بتحب تحكي فيها، بتحب ينسمع لها، هو عاطيني من الاخر فليش ما عم تسمع لي؟ يعني بنكون بمشكله بنصير بمشكله، مره كتبت كلمتين انه احيانا ما بيكون المشكله انه الحديث اللي بنحكيه، احيانا طريقه حديثنا، طريقه صحيح. كلامنا، طريقه اصغائنا، فهي هي اللي بتسبب مشكلات طبعا. عدم فهم الاخر يعني. يمكن مريم احيانا ان بعد هذا النقاش بيقول لك كل هذا مخبيتي بقلبك، يعني هلا كله هذا طلع صحيح. فرح نروح هلا معك لاستطلاع رأي من الشارع مع زميلتنا سلمى عوده بهذا الخصوص، ونرجع نكفي حديثنا. وقت بيصير في اي مشكله الرجال لينفض بيكذب والانثى لتنفض بتبكي، شو رايك؟ والله ما انا ما مرقه بهيك شغلات بصراحه. اذا تخانقتي شو بتعملي؟ لا ما في بيناتنا هذا الشيء، الكذب ابدا بيناتنا ما في. شو رايك؟ ما انا كمان لسه ما مرقت بهيك امور يعني، بس انا ممكن في بعض العالم انه يكذبوا هيك، مع انه الرجال بيكذب في أهم في منهم يعني حسب طبعا هيك بالملح الرجال الكذب والأنثى سلاحها دموعها، فعادي الموضوع. يعني أنت مريتي بهيك شيء؟ صار معك هاي الحالات ولا هذا مجرد حكي؟ لا صارت هيك وكثير. يكذبوا وقت بدهم يهربوا من المواضيع اللي خبصين فيها ونحن بنبكي. نخلص نخلص. الرجل لحتى ينفض من القصة بيكذب والمرأة بتبكي، شو رأيك؟ الرجل بيكذب والمرأة بتبكي. هلا في بعض الشباب كمان بيبكوا احيانا. عن جد؟ ايه اذا كان بدهم يهربوا من القصه احيانا ممكن يلجأوا لاي شيء يعني. يعني مو بس الكذب. ايه طبعا. طيب مريت بهيك شيء موقف سابقا؟ لا والله ما بضطر اكذب يعني. بيقولوا لما الشاب وبنت بيتخانقوا الشاب بيكذب والبنت بتبكي لتخلص القصه، شو رايك؟ الشاب بيكذب؟ لا مو شرط، لا مو شرط. شلون بتنفع؟ مين انا؟ إذا اتخانقت مع الطرف الآخر الصراحة صراحة ما بتكذب؟ لا أبدا أبدا. البنت بتبكي حتى تنفض إيه طبعا. شو رأيك؟ شو في وسائل تانية ممكن يستخدموها؟ شو بتشوف؟ صراحة صراحة أحسن شيء يعني صراحة. كل واحد صريح شو ما صار يضل صريح. لا مو على طول. شو وسيلة الدفاع عند الرجل المشهورة ووسيلة الدفاع عند المرأة المشهورة؟ هلا رجل اي الرجل كذاب كثير. طيب والمرأة؟ المرأة لا ما فينا نعمم يعني، بس غالبيتهم اي والله يمكن بيبكوا، بس انا ما ببكي ابدا. طب شو بتعمل؟ لا انا حدا صريح يعني عرفتي، باخذ قراراتي. اي طبعا اي لا ما انا صح اكيد يعني، هو حسب اول شيء ما فينا احنا نعمم، لا كل شباب هيك بتعمل ولا كل البنات هيك بتعمل عرفتي، فنحن بناخذ شغلات السيئه عن هدول وبنحطهم فيهم وناخذ شغلات السيئه عن هدول وبنحطهم فيهم. شو الوسيله الاشهر بالدفاع عن النفس بالمشاكل او بالتهرب عند الرجل والمراه؟ هل هو لازم المواجهه بالاخير يعني، هيك بعرف لازم الواحد يواجه ان كان رجل وان كان مراه، شو بيعملوا كل واحد بترجع له يعني بصراحه. ما مريت معك ولا مره كنتي بموقف مع الطرف الاخر وكذب عليك؟ انه كيف يعني؟ سوري ما فهمت. يعني تخانقتي انت وياه كذب لينفض من القصه؟ اكيد مرقت، اكيد مرقت. بس شو عملنا هلا؟ في عالم مثلا حتى لو انت كذب الشخص اللي قدامك وعرفتي انه هو كذب، انت يعني افضل انك تنسحبي بصراحه يعني ما تكفي تواجهي شيء. هلا ممكن واجه اول شيء، بس بعدين عم تواجهي وكذب تواجهي وكذب، خلص يلا بننسحب.
يعني سمعنا كثير من الاراء من الشارع السوري، لفتني حدا من كمان من الشباب عم بيقول انه ممكن نحن نبكي كرجال اذا صادفتنا مشكله هيك ممكن انه نتعاطى معها. اليوم يمكن مريم اكثر المشكلات اللي عم تصير انه المراه كمان غير قادره على توصيل رسالتها للرجل او مشكلتها او التراكم اللي عم تحس فيه للرجل، فبينفهم غلط وبتوقع بشكله ثانيه. يعني هيك من المشاكل كمان الموجوده. خبرينا اول شيء شو رايك بالاستطلاع وخبرينا عن هي النقطه. هلا بالنسبه للاستطلاع يعني وجهات النظر بتختلف اكيد، وكل شخص هون لما بتساليه بتوجهي له السؤال بشكل مباشر هو حيجاوب من وجهه نظره هو، هو شو شايف، شو واقع، شو اختبر بحياته، فبيجاوبك. في شخص الشاب اللي قال انه ايه بنبكي، ايه هذا الكلام مزبوط. حكينا اول الحلقه انه نحن حسب الطرف اللي قدامي، يعني اذا الطرف الثاني الطرف اللي قدامي انا حكيت معه ما مشي الحال، ما انحلت مشكله، لجأت للتهديد، لجأت لاي اسلوب العنف، لقيت ما في، فانا ممكن ابكي. والرجل لما بيلاقي هذا الشيء ممكن في مفعول بيتصرف في هذا التصرف. نحن ما نعمم، يعني ما نعمم الكذب على الرجال ولا نعمم البكاء على الستات، هذا التعميم خاطئ. تمام. شغلة تانية اللي من الأشياء اللي حكيتيها أنه أنا كيف المرأة ممكن تقدر توصل، هي بالتدرج بالكلام، يعني أنا ما أحبس، ما ضل ساكتة، ما ضل راكم أقول معلش، رح يفهم، ما رح يفهم لحاله، ما رح يستوعب لحاله. هو لما بيقول لك لا لا، لما بيقول لك ايه هي واحدة من اهم من ابرز الفروقات بين الرجل والمرأة. لما في مقدم برامج مرة طلع سيدة جمهور كتير كبير، طلع سيدة قال لها اذا انا عزمتك على العشاء او انت عزمتيني على العشاء وقلت لك ما بقدر اني انا روح اليوم، شو بتفكري؟ عم صارت تقول له بفكر انه هو هذا ما بيحبني، بفكر انه هذا الله بيعلم مع مين رايح، بفكر عم عمل له هيك، انه لا انا بس قلت لك ما فيني روح. فهو هيك بهذا الوضوح انه انا ما هو. والشاب كمان اللي قال انه لا انا ما بكذب، بحكي بصراحه، إيه هو بيحكي يعني ذكوريا. الذكور دائما اسلوبهم مستقيم. بشو معنى؟ مو معنى انه ما بيكذب، لا مستقيم بمعنى انا بقول لك هيك. هي عندها لفه ودوره، دائما السيده عندها لفه ودوره، مو بالغلط، مو بانه انا بعني اللفه ودوره، اسلوبهم الاساسي بجسمهم بطبيعتهم هن هيك، هو بشكل مباشر وهي غير مباشرة. هي لما بدها شغلة لازم تعمل لها لفة ودورة حتى لو كانت بسيطة. ودائما بقول لهم راقبوا البنت الصغيرة، بنت ما حدا علمها لسه على فترة عمرها سنتين ونص ثلاثة، بدها شيء من أبوها بتلاقي بابا كذا، يعني في لفة ودورة ما بتجي بها. فهي صفة متأصلة فيهم، ما أنا صفة مثل ما بيقول بالفطرة، يعني ايه بالفطرة فيهم. فهون بتصير انه انا بجي بحكي مشكلتي بوقت مناسب ومكان مناسب، و و و وما ما بخليه مشكلتين ثلاثة أربعة خمسة يصيروا مثل ما حكيتي من شوي. أنا شو بعمل؟ بيجي بلاقي فجأة بتفاجأ فيه إنه شو؟ كل هذا مخبيتيه بقلبك؟ كل هذا صاير معك؟ كل هذا ما بتحكيه؟ كل هذا؟ فهون كل هالحقد بدل ما تنقلب القصة لفضفضة بتنقلب لحقد، إنه أنت ليه هيك حاملة بقلبك؟ ليه هيك؟ احكي أول بأول بالاسلوب اللي بتعرفي. انا ما فيني اعمم هلا اسلوب اقول للاشخاص احكوا بهذا الاسلوب، ما فيني اعمم. كل سيده بتعرف الرجل اللي عندها، وكل رجل بيعرف الست اللي عنده. صحيح. في نقطه كثير مهمه قبل ما نختم، يعني الحديث بيطول عن هذا الموضوع. احيانا من كثر ما يمكن بتخبي المرأة آخر شيء بتفجر، فبيطلعوا كلهم فرد مرة. فهو لا، هو أي شيء بيزعجه فهو بيحكي دغري، يعني ما أنه بيخبي لا تتفاقم المشكلة وآخر شيء يصير في هذا الموضوع. قديش أيضا الأسلوب اللي أنه دغري واجه دغري مهم، بس أحيانا بتتغلب عليها طبيعتها اللي حكيتي عنها. يعني شلون بتعمل الوعي أنه أنا إذا راكمت أنا بدي ضر حالي أولا. ما نحن قلنا شاكرة الحلق هي شاكرة التشافي، يعني معناها انا اذا ما حكيت انا بدي امرض. الامراض اغلبها عدم الكلام، عدم الفضفضه، عدم التعبير عن انا شو بدي، عن رغباتي واحتياجاتي. فانا الوعي بالموضوع، يعني ليش عم نحكي اليوم؟ عم نحكي اليوم لنوجه الرساله انه انا اي مشكله بواجهها بحكيها. انا صار معي المشكله كذا، مزعوجه من كذا، متضايقه من كذا. قد يكون انا بحكي بشكل صريح ذكوريا لكن باسلوب انثوي، يعني مو ضروري انا بجي بواجهه بطريقه ذكوريه وانا بجي بهاجم، لا، بحكي بأسلوب الأنثوي لكن بشكل مباشر، لكن بحكي أول بأول، ما براكم، التراكم مرض.
نعم، يعني مريم أهم نقطة لازم نشدد عليها الوعي من الطرفين كمان. طبعاً. يعني الرجل يتفهم طبيعة المرأة أنه هي حدا بحاجة أنه يسمعها، وأيضاً المرأة تتفهم طبيعة عقل الرجل بحب الرسائل المباشرة وبأسلوب لطيف جداً. نحن بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها، وشكراً لك حبيبة قلبي. شكراً لك مريم، إن شاء الله يكون لنا وقفات تانية هيك مواضيع كتير مهمة بتمس الجميع. نورتي صباحنا.